أينما حل يزرع الورد. إنه أبو صالح، مهنة توارثها من جده وأبيه. نزحوا وهجروا من حلب إلى عفرين، أرض الزراعة والخير، ليعملون في مهنتهم التي خلقوا عليها. اسمي أبو صالح، أنا من حلب، عمري 47 سنة، مهنتي أباً عن جد، أنا وأبوي وجدي وجد أبوي، ما بنعرف غير هالشغل. جينا من 7 سنين تقريباً لهون، أول شهرين ثلاثة قاعدين، بعدين طلعنا إنه بدنا نعيش، أسسنا مشتل صغير على قدنا، وكل ما لنا عم نتوسع بشغلنا، والحمد لله عايشين ومستورين بفضل الله. آلية العمل، الزراعة بحر، الزراعة كل ما أعطيتها كل ما أعطيتها. يعني أنا عندي أكثر من 6 عمال، وأنا وأخوي وابني وابن أخوي صرنا 10 أشخاص، هي كحد أدنى، دائماً مشتغلين نحن 10 أشخاص. ليش؟ لأنه شغلنا كبير. حسب المشتل، في مشاتل عامل وصاحب المشتل بكفيه، وفي مشتل بده 20 عامل، نحن كمشتلنا يعني العدد مكفينا. نتوسع أكثر إجباري، بدنا نكتر العمال أكثر لتكبر المساحة أكثر. هيك ماشي الحال، الحمد لله تمام. يعني عم نعتمد على أنواع اللي نحسن ننتجها على إيدنا، يعني تكاسرة سهل، الورد بأنواعه، الشهري والقزمي، الشمسية بنحسن كسرعه من كسرعه عيدنا. الشغلات التانية من قصة، كل شيء بنجح معنا عم نحاول نكتره ونشتغل فيه. ليش؟ لأنه وضع الطرقات بشيع بشكل، يعني عم كلفك إذا بدك تجيب هلا منبع الزرع، نحن وين؟ بحماة. السيارة بدك تجيبها من حماة، وقت اللي بكون في طريقة بتكلفك ملايين الليرات أجرة سيارة، أغلى من حق الزرع. لذلك نحن إيش من اشتغلنا على إيدنا، نوفر على حالنا الحمولة وماشي الحال الحمد لله. من أوساط مدينة عفرين ومن داخل مشتل أبو صالح للورد والمزروعات، وبعدسة مراسلنا من وكالة فورات للأنباء.